نروح للفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك بقيادة كابتن حسام شكري اللي رجع للتدريبات الجماعية النهارده، وده استعدادا لمواجهة سموحة يوم الاثنين اللي جاي في الدوري. الجهاز الفني رفض منح اللاعبين راحة وقرر العودة للتدريبات النهارده بعد الفوز اللي حققه امبارح على فريق 6 أكتوبر. الفريق بيواصل طبعا سلسلة انتصاراته، متصدر مجموعته لحد دلوقتي بالعلامة الكاملة. بنتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق في كل ما هو مقبل. فتيات الذهب يعني احنا معتمدين عليكم بشكل كبير ان انتم ان شاء الله تقدروا تفوزوا ببطولة واثنين وثلاثة خلال السيزن الحالي بإذن الله.